معايا المهندس احمد بيومي عبر التليفون. مهندس احمد بيومي زوج احدى الضحايا هذا الطبيب المزيف من الاسماعيليه. استاذ مهندس احمد مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرتك يعني اسرتك تعاملت مع هذا الطبيب؟ تعاملنا مع الطبيب. يعني امتى وكم مره رحتوا له؟ انا رحت له مره ساعه الولاده ومرتين بعدها. تمام. ساعه الولاده طبعا رحنا وقال ان هو هيولد قيصري. تمام. وبالفعل تمت عمليه الولاده القيصريه. وبعدها هو كان كتب نوعين مضاد حيوي، نوع حقن هنخلصه وبعد كده هنبدا في النوع الثاني. هو اللي عمل عمليه الولاده القيصريه. هو اللي عمل عمليه الولاده القيصريه. وتمت يعني بنجاح، ما فيش اي مشاكل. هو في مشكله حصلت بعد اول ما بدانا في كورس البرشام بتاع المضاد الحيوي. تمام. المفروض ان هو يعني كان على الاقل حتى مثلا عرف ان في حساسيه من نوع المضاد الحيوي ده ولا لا. تمام. زي ما اي دكتور عادي بيسال، فهو لما بقول له حتى لو في حساسيه او كده قال لي لا، هو ده من النادر ان هو بيحصل حساسيه بسبب المضاد الحيوي ده. فطبعا عندي زوجتي اول ما خدت حبايه منه بدا بقى جسمها يسخن وحاله اختناق واغمى عليها. وخدناها ورحنا المستشفى، مستشفى الهادي الاسلامي في حلوان. ودخلت قعدت ليله في العنايه المركزه. تمام. بسبب الموضوع ده. وخرجنا تاني يوم، والمشكله الاكبر بقى ان هو كان مفهمنا ان هو مخيط الخياطه ليزر. تمام. بس للاسف كان مخيط الطبقه الخارجيه بس ليزر، انما كل الطبقات الداخليه التصاقات. يعني حتى اللي هو طالب في كلية طب ما يعني ما يرضاش يعمل حاجة زي كده. فاهمني؟ لأن ده حاجة قديمة وعفى عليها الزمن. طيب لما أنتوا اكتشفتوا ده، هل رحتوا مثلا اشتكيتوا في النقابة، نقابة الأطباء أو حاجة زي كده؟ والله يا فندم أنا بصراحة أنا ما اشتكيتش. أنا قلت الحمد لله مراتي بقت كويسة وكده وخلاص بقى. طب أنتوا رحتوا له حد كلمكم عنه؟ يعني حد يعني مدح فيه فبالتالي رحتوا له، ولا يعني جات المساله بالصدفه؟ والله هي المساله مش قصه بالصدفه. هو كان الدكتوره اللي انتمع معاها زوجتي كانت حامل معاها، يعتبر ماشيه معاها شهر بشهر، فجت ولدت قبل ما زوجتي تولد بثلاث ايام. فاتلخبطنا بقى هنروح فين وكده. قالوا في دكتور كويس اسمه صلاح عبد الله هنروح. فرحت بالفعل، وطبعا في بعض الناس امتدحت فيه، وبعديها بقى بدات تظهر مشاكله. تمام. يعني ان كان مثلا في حالات اتوفت على ايده، ان كان مثلا في حد دخل في حوارات بسبب قصه الولاده القيصري اللي هو عملها واللي جت. طب هي الحادثه بتاعتكم كانت امتى يا باشمهندس؟ كانت يوم 26/5/2019. 2019. بس دلوقتي الحمد لله المدام بخير والمولوده بخير الحمد لله بنتك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شكرا جزيلا المهندس احمد بيومي من الاسماعيليه.